المرحله اللي احنا فيها، لازم في حاجات قوه لازم تتقابل بقوه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي طبعا مجلس العسكري استخدم حقه في حل مجلس الشعب على قرار يعني غير قانوني بالمره، فرجوع مجلس الشعب بالطريقه دي هو استخدام الرئيس محمد مرسي لكامل صلاحياته في الوقت ده تبع الاعلان الدستوري اللي احنا يعني استفدنا عليه في بدايه بعد الثوره مباشره. ده الدكتور محمد مرسي بيستعمل كامل سلطاته التشريعيه والتنفيذيه في الوقت الراهن لحين انتخاب المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه. الدكتور محمد مرسي هو اللي بيعمل انقلاب على الشرعيه وما بيحترمش القانون ولا دستوري ولا لي اي علاقه بالدستوريه. انا مش شايف ان القرارات زي القرارات العمليه نفس القرار بالظبط هو واقف يعني زي الرئيس ايه الجديد؟ يعني القرار فارغ ملوش اي علاقه بالدستوري. مش موافق عليه؟ مش موافق عليه. استنى يعني يمكن في انتخابات ثانيه لا احسن. انا برضه انتخابات اول مره جت الناس اللي احنا كانت مجموعه شويه في الاخوان هم اللي غيروا هم اللي هيعملوا يعني و مش مع الجو الديمقراطي اللي احنا متفقين عليه او الوضع اللي احنا متفقين عليه من الاول اللي بيكون سائد دلوقتي. تاني حاجه هو القرار بيقول ان هو هينزل عشان عشان الدستور. طب ما انا دلوقتي كده ان هم اللي هيحطوا الدستور طبقا لارائهم. شايف ان قرار رئيس الدكتور محمد مرسي باعاده مجلس الشعب ان هو قرار قانوني ومصادق لما قاله في خطاب جامعه القاهره ان هو قال ان ستعود المجالس المنتخبه لاداء مهماتها. زائد ان انا شايف ان قرار المجلس العسكري بحل البرلمان قرار غير قانوني وانما هو قرار سياسي في المقام الاول والاخير. كما ان حل مجلس الشعب لو تم طبقا لقرار المحكمه الدستوريه العليا فانه سيتم حل الثلث الفردي ولن يتم حل المجلس كله. ولذلك فانا ارى ان هذا القرار من الدكتور محمد مرسي قرار موفق جدا وان شاء الله باذن الله يكون في مصلحه البلد باذن الله.